السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم معلم اللغة العربية أستاذ أحمد عبد الظاهر من معهد الصفا الأزهري في القسم العربي منطقة شمال القاهرة. درسنا اليوم المفعول لأجله من الوحدة الأولى شخصيات رائدة. أهداف الدرس أن يذكر الطالب علامة إعراب المفعول لأجله. ثانيا، أن يستخرج الطالب المفعول لأجله من الجمل المعطاة له. أن يحب الطالب حصة القواعد. ندخل على التمهيد. التمهيد عندي بيقول لي يكتب التلميذ الدرس. حدد المفعول به في الجملة السابقة. طبعا المفعول به هو كلمة يكتب، فعل مضارع، التلميذ فاعل، وبسأل عنه بمن. من يكتب؟ التلميذ. بيكتب ماذا؟ بيكتب الدرس. يبقى الدرس هنا مفعول به. طيب، وقلنا ان المفعول به بيبقى دايما منصوب، بيبقى دايما منصوب. طيب النهارده بقى هناخد درس المفعول لأجله. والمفعول لأجله بسأل عنه بلماذا. يعني ناخد أول مثال كده، لما يقف التلاميذ في صفوف محافظة على النظام. يقف فعل مضارع، التلاميذ فاعل، في حرف جر، والصفوف اسم مجرور. طيب لما أقول مثلا كلمة لماذا يقف التلاميذ في صفوف، وأحط علامة استفهام، أقول يقف التلاميذ في صفوف محافظة على النظام، يبقى الإجابة محافظة، يبقى ده اسمه مفعول لأجله. والمفعول لأجله دايما بيكون منصوب، دايما بيكون إيه؟ منصوب. طيب تاني مثال كده، يرفع أحد التلاميذ العلم على سارية تعظيما له. لو قلت لماذا يرفع أحد التلاميذ العلم على سارية، وحطيت علامة استفهام، الإجابة هتكون تعظيما، يبقى تعظيما مفعول لأجله. يقف الشرطي في الميدان تنظيما لحركة المرور. لو قلت لماذا، نفس الكلام، لماذا يقف الشرطي في الميدان، الإجابة هتكون تنظيما لحركة المرور، يبقى تنظيما مفعول لأجله. أقيمت إشارات المرور حماية للمواطنين. لو قلت لماذا أقيمت إشارات المرور، الإجابة هتكون حماية للمواطنين، يبقى حماية مفعول لأجله. نظمت مواعيدي توفيرا للوقت. توفيرا، لما أقول لماذا نظمت مواعيدي توفيرا، يبقى توفيرا مفعول لأجله. والمفعول لأجله بيكون دايما منصوب. يعني احنا لو بصينا في المثال الأولاني، لما أقول يقف التلاميذ في صفوف، احنا قلنا المفعول لأجله في الجملة الأولانية محافظة. أقول المفعول لأجله، المفعول لأجله على طول بيبقى منصوب، يبقى مفعول لأجله منصوب. طب علامة نصبه إيه؟ علامة نصبه الفتحة. دائما علامة نصبه الفتحة. لما أقول يرفع أحد التلاميذ العلم على سارية تعظيما، نفس الكلام، مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يقف الشرطي في الميدان تنظيما لحركة المرور، يبقى برضو تنظيما مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
أقيمت إشارات المرور حماية للمواطنين. حماية مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نظمت مواعيدي توفيرا لوقتي، نفس الكلام، توفيرا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نخش على القاعدة. القاعدة بتقول لي إن المفعول لأجله هو اسم منصوب يبين سبب حدوث الفعل. سبب حدوث الفعل يعني لما بنسأل عنه بلماذا بنجاوب عليه. طيب علامة النصب إيه؟ دائما الفتحة. علامة نصبه الفتحة. طيب تعالوا نوضح كده المفعول لأجله في الجملة دي. نشتري الكتب حبا في القراءة. لو قلت لماذا نشتري الكتب حبا، يبقى حبا مفعول لأجله، يبقى المفعول لأجله هو حبا، ومفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كده يكون خلصنا الدرس بتاع المفعول لأجله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.